مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدي أحكي عن مشكلة كبيرة عم بتصير في موضوع الواتساب. اليوم وصلني واتساب من أحد الأصدقاء اللي بعرفهم، إنسان مثقف جدا ورائع وجميل، و يعني ما توقعت إني، طبعا هو برضو خدع في الموضوع. أورجيكم صورة الواتساب هلا. وصلتني رسالة عن إنه الوول مارت عم بعطي $250 فري كوبونز لكل واحد عشان سيليبريشن أو بيحتفل بال 55 سنة. طبعاً هاي الرسائل انشهرت كتير في الفترة الأخيرة، سواء من وول مارت، من أمازون، من إير كندا، من يونايتد إير، من كوسكو، وكل هاي الشركات رفعت تحذيرات هامة إنه هذا الموضوع هو بسموه فيشينج، أو بيصطادوا معلوماتك، بتحط كل معلوماتك وبتخزنها عندهم، بتحط حتى احيانا معلومات البنك عشان يوصلك الجيفت كارد، فبياخذوا كل شيء. فانتبهوا يا جماعه من هاي الشغلات. اي موقع بوصلك على الواتساب، على الفيسبوك، اي مكان انت شاكك فيه، ما في حدا بعطي شيء ببلاش، بدكم تنتبهوا، اقراوا قبل ما تعملوا كليك على اللينك، ما تستعجلوا، لانه هذه هي الطريقه اللي بيحاولوا انهم يستغلوكوا فيها. بس حبيت أذكر في هذا الموضوع. بعثت أنا للصديق وقلت له سبام وفهمته، وإن شاء الله رب العالمين. طبعا هو برضو وقع بهذا الخطأ، لكن الجميع لازم يكونوا حذرين. يعطيكم ألف عافية ونراكم في حلقة أخرى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل